اسمي طارق مختار عبد القادر، سني 48 سنة، وزني 200 كيلو. وشفت الدكتور كريم صبري عن طريق التلفزيون وتابعت الحالات بتاعته، آخرهم الحالة اللي كانت وزنها 330 كيلو. شفتها أثناء العملية وشفتها بعد ما خست، ودي اللي شجعتني وديتني جرأة إن أنا آخد القرار وأعمل عملية تحويل مسار. السمنة تعبتني جدا لأن أنا ما بقتش قادر إن أنا أعيش حياتي مظبوط. ما بعرفش اتحرك كتير، تعبتني في شغلي، في كل حاجة، في كل حاجة. قاعد أنا قاعد كأني يعني ما بعملش أي حاجة مفيدة دلوقتي. وكان بيعمل لي مشاكل في التنفس، ما بقدرش أخد نفسي كتير، ما بقدرش أمشي مشوار كبير، ما بقدرش أتحرك كتير، النوم بيبقى صعب. يعني ما الحمد لله على كل شيء، ونتمنى ان ربنا يكرمنا بعد العمليه. انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. النهارده من ضمن الحالات في الليسته استاذ طارق 210 كيلو. احنا هنعمل له تحويل مسار معده مصغر. عملية تحويل مسار المعدة المصغر هي الأكثر آمدا في إنقاص الوزن، الأقوى في إنقاص الوزن، يمكن من العمليات اللي هي أساسية في جراحات السمنة، يمكن من أكثر من 100 سنة عملية تحويل المسار هي من ضمن العمليات اللي هي قوية في إنقاص الوزن. كمان يمكن بتساعد الناس اللي هم مرضى السكر بنسبة شفاء قد تصل إلى 100%. الناس طبعا كمان اللي هم اكل السكريات بشراهة بيستفيدوا جدا من تحويل المسار، لان هي طبعا يمكن بتستفيد من 30% من السكريات والدهون، وكمان بتعالج بعض الامراض الاخرى المصاحبه من زياده الكوليسترول، الدهون الكبد، يعني يمكن اكثر من 50 مرض بسبب السمنه المفرطه بتعالجهم تحويل المسار بعد انقاص الوزن، يمكن في الاوزان العاليه. هنطمنكم على الاستاذ طارق بعد العمليه ان شاء الله، وباذن الله يقوم بالسلامه ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا يعني هقول لكم الخطوات الاولى في عمليه تحويل مسار المعده المصغر. طبعا هعرفكم بالتيم الجراحي، دكتور محمد فطين، دكتور سامي زودي، دكتور حمد رزوي، دكتور يحيى خالد، والكاميرامان استاذ يوسف واستاذ عبده. الحقيقه طبعا احنا بنعمل حاجتين. اول حاجه منهم احنا بنعمل المعده، بنفصل المعده الى جزئين. يعني الناس اللي عايزه تفهم يعني ايه تحويل مسار المعده، احنا بنفصل المعده الى جزئين. الجزء اللي هو على شمالنا ده المعده اللي احنا هناكل فيها، ودي مساحتها ما تكونش كبيره، يعني دي مساحتها ما تكونش كبيره. الجزء اللي احنا عزلناه ده بيتم عزله تماما في قبه المعده اللي هي بتحتوي على هرمونات الجوع او غدد الجوع. الحقيقة طبعا احنا لازم نسلك المعدة تسليك جراحي يعني بصورة كافية، بحيث ان احنا ما نسيبش جزء من قبة المعدة، وبالتالي يرجع الوزن للوزن الطبيعي. اللحظة دي طبعا احنا بنوصل المعدة بالامعاء، ده الجزء المستبعد، ده الجزء اللي هنوصله بالمعدة، بحيث الاكل هيمر من المعدة من هنا الى نهاية الامعاء بصورة مباشرة. خلينا نركز مع بعض دلوقتي ونشوف الخطوة دي بتمشي ازاي. بس طبعا زي احنا شايفين بتوصلوا من بعض، بتدبس وتقص في نفس اللحظة زي ما احنا شايفين كده اهو. زي ما احنا شايفين ممكن ندخل بالكاميرا هنا دلوقتي، الامعاء اتصلت بالمعدة بصورة مباشرة، يعني الاكل بمر من المعدة الى نهاية الامعاء بصورة قد تكون مباشرة. وبعد كده هنقفل الفتحة دي وخلاص تبتدي العملية، خلاص انتهت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنقفل دي دلوقتي حالا. اخر خطوة في تحويل مسار المعدة المصغر ان احنا بنعمل اختبار تسريب. اختبار التسريب ده احنا بنبقى عايزين نعمل المعدة ودبابيس نحطها تحت بريشر عالي، بحيث ان احنا نكتشف اذا كان في اي غرز يعني محتاجة تأكيد عليها او دبسات عشان نتفادى نسبة التسريب. وبالتالي احنا بنعمل اختبار تسريب دلوقتي، بنحقن ماده زرقاء بكميه تحت ضغط عالي. هنشوف دلوقتي، اتفضل. فبنخلي المعده والامعاء عاملين زي البالونه كده، بحيث ان يبقى فيه اي كل الامعاء تحت بريشر عالي. فاحنا بنطمن عليها خلاص، يعني دي تعتبر انتهت العمليه. المعده بنراجع تاني، ممكن نرجع بالبوجي للمعده الجديده، دي المعده المستبعده.
مستبعدة، ودي الأمعاء اللي وصلناها بعملية تحويل مسار المعدة المصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طارق مختار عبد القادر. أنا عملت عملية تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العملية تمت بنجاح، وأنا مشيت بعد العملية بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وأنا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دلوقتي ما بعد اجراء عملية تحويل مسار المعدة المصغر لأسس طارق. في يعني احنا طبعا بنحب تحويل مسار المعدة المصغر، وخصوصا في الاوزان زي أسس طارق فوق ال 200 كيلو. تحويل مسار المعدة هي من العمليات القوية في انقاص الوزن، وخصوصا في الاوزان العالية. يعني طويلة الامد في انقاص الوزن يمكن على المدى البعيد هي يمكن من اكتر العمليات اللي بتحافظ على الوزن فترات كبيرة جدا. كمان العملية دي احنا بنحبها في الناس اللي هم مدمني السكريات، احنا يمكن كمان في الناس اللي هم مصابين بالسكر او مرضى السكر. عملية تحويل مسار المعدة المصغر تعتبر علاج جذري لمرضى السكر كمان، والناس اللي عندهم برضه ارتجاع ومصابين بالسمنة المفرطة، احنا بنعمل فيهم تحويل مسار المعدة اكتر من تتميم المعدة. دلوقتي بقى لنا فترة صغيرة ما بعد اجراء العملية، الريهابيليتيشن احنا شايفينه يمكن بنتمشى بعد العمليه بساعتين، بنبتدي نشرب بعد 6 ساعات، يمكن ما بنقضيش اكتر من 12 ساعه في المستشفى، بنرجع لنشاطنا بعد يوم من العمليه. ويعني اللي عايز اوصله اقول ان عمليات انقاص الوزن للسمنه المفرطه هي عمليات امنه تماما، تجرى باحدث التقنيات الدوليه والعالميه، من استهلاك من مستهلكات طبية أمريكية زي الدباسات. يمكن احنا بنستخدم تو براندز، الجونسون وكوفيديان. احنا كمان في المناظير كلها لازم تكون هاي ديفينيشن، يعني يمكن شفتوا معنا العمليات على أعلى مستوى من التجهيزات، وخصوصا طبعا احنا لازم نكون جاهزين لأوزان أعلى كمان من وزن أسس طارق، أكتر من ال 200 يعني. في اوزان طبعا قد تصل الى 300 كيلو ويمكن اكتر من هذه الاوزان. عايز اقول ان عمليات السمنه هي ليست عمليات صعبه، هي عمليات سهله امنه، ويمكن رجعنا للوضع الطبيعي او الريهابيليتيشن بتاعنا زي ما انتم شايفين يمكن بسرعه جدا، وعادتنا للعمل يمكن ان شاء الله تكون سريعه في خلال يوم بعد العمليه، ممكن تنزل شغلك عادي خالص. وانقاص الوزن هو يمكن ان شاء الله هنشوف بعد كده، هو انقاص وزن ثابت وآمن كمان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طارق مختار عبد القادر. أنا عملت عملية تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العملية تمت بنجاح، وأنا مشيت بعد العملية بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وأنا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معي. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد.
المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. صحيح ان العمر مجرد رقم, رقم بس, رقم في البطاقة, انت بس اللي عارفاه او انت بس اللي بتبقى عارفه. والسعادة دي شيء حلو جدا, وانك تعيش شباب على طول ونفسيتك تبقى شباب على طول ده شيء حلو جدا, لدرجة انه في ناس كتير بتنسى هي عندها كم سنة. بتقولك انا ما يهمنيش انا عندي كم سنة, ان شاء الله يكون عندي 100 سنة, ان شاء الله يكون عندي 90 سنة. انا روحي روح واحد عندها 25 سنة او 30 سنة. ويمكن انا بشوف ناس كتير جدا كده وببقى سعيده بيهم قوي, لانه الحياه فيها حاجات كتير حلوه. وكتير بزعل على الستات اللي الدنيا بتاخدها وبتنسى نفسها وبتيجي بعد ما العمر يفوت. وبصوا هو العمر ما بيفوتش, يعني هو ما فيش او يعني الوقت ما بيعديش على حاجه, انت تقدري تعملي اي حاجه وتلحقي نفسك في اي وقت. بس انا بزعل على الحاله النفسيه اللي بيكونوا واصلين ليها, لانه انا بيتبعت لي مشاكل اجتماعيه وناس بتعاني من مشاكل كتير جدا, خاصه السيدات. تقولك انا اديت لحياتي كتير قوي, واديت لاولادي واديت لشغلي ونسيت نفسي. دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تبقى بتوجع قوي. عشان كده بقولك دايما, وكلامي يمكن موجه اكتر للسيدات, بس مش معنى كده انه يعني مش موجه للرجال كمان, لا اكيد موجه للرجال كمان, بس انا دايما بقولك اهتمي بنفسك, حسي بنفسك كأنثى وكسيدة. ادي لنفسك جزء صغير من وقتك يوميا, مش مثلا تنسي نفسك 6 شهور وبعدين تيجي تقولي لا انا لا. يوميا ادي لنفسك جزء صغير تحسي انه الوقت ده بتاعك انت, بتاع بشرتك بقى, بتاع شعرك, بتاع مش يعني. حاولي تدلعي نفسك. انا احب الستات اللي يعني حتى لو عندها كم سنه هي مدلعه نفسها ومهتمه بنفسها. صدقوني الاهتمام بالنفس ده بيدي طاقه ايجابيه غير عاديه, وبيدي ثقه بالنفس غير عاديه, وهيخليكي مبسوطه وسعيده. ولو بتدي بنسبه 50% هتدي وهتبقى عندك نسبه العطاء 100%. دلوقتي الست كلها بقت مهتمة جدا بعالم التجميل, ومهتمة جدا بكل ما هو جديد على الساحة التجميلية, لانه احنا لما بنبقى حلوين بنبقى مبسوطين, دي حاجة معروفة. الست لما تبقى شكلها حلو وراضية عن نفسها هي بتبقى مبسوطة, فلانه ده من اسباب السعادة, فاحنا بندور على الـ على الـ على الاسباب دي. اعتقد انه ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه في فقرتنا دي أصبح دلوقتي حديث السيدات على جميع المستويات وجميع الأصعدة وفي جميع الأماكن وفي جميع البلاد. وأنا دايما بقول إنه الكلام الكتير ده دليل إنه النجاح, والانتشار ده دليل النجاح. فهو فعلا عمل طفرة في عالم التجميل, وفعلا غير من نفسية سيدات كتير, وغير من حياة ناس كتير.
ده اللي هنتكلم عنه النهارده مع ضيفتي العزيزه اللي بسعد بلقائها جدا، دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. اهلا يا دكتوره دينا. حبيبتي يا يمنى، عامله ايه؟ الحمد لله. انا بحب ماسي قوي، فلازم اعمل مقدمه طبعا قويه عن ماسي، لانه فعلا يعني انا بشوف ناس خلاص بقى ده جزء من، عارفه اللي هو ماشيه بيه كده يعني، صح. ما بت يعني بتقول لك لا غير شكلي، غير شكلي، غير نفسيتي، صح. فالنفسيه مرتبطه بالشكل طبعاً. بشكل رهيب طبعا، رهيب طبعا فعلا يا يمنى. ميسي دروجولد الطفره اللي عملها، الانتشار، النجاح، غير نفسيه ستات كتير، خلى ستات كتير ما كانش عندها ثقه بنفسها رجع بقى عندها ثقه بنفسها. ستات كتير بتخاف من العمر، ستات كتير بتخاف انها تسيب نفسها للزمن. ماسي دروجولد اتصنع كريم، ماسي دروجولد اتصنع لمده 6 سنين ابحاث عشان يعالج معظم الحاجات اللي بنخاف منها، معظم علامات التقدم في السن. اي واحده فينا صحيت من النوم، انت عارفه بتصحي من النوم تبص لنفسك كده في المرايه تشوفي الدنيا فيها ايه، ايه الاخبار النهارده، شفتي بقى تجاعيده طلعت فجاه ممكن تخليك اليوم كله وحش قوي، شفتي هالات سودا، شفتي بشره مطفيه، كل الحاجات دي بتاثر بالسلب قوي على نفسيه السيده. ماسي دروجولد الحل الامثل والوحيد اللي يقدر يعالج معظم علامات التقدم في السن في عبوه واحده. يعني مهم قوي اقول ان ماسي بيعالج التجاعيد، التصبغات، الهالات السودا، النمش، الكلف، كل ده في علبه. لان كتير يقول لي ايه دكتوره دينا، هو مجموعه ماسي دروجولد كام عبوه؟ الحلو اللي فيه انك انت بتختصري كريمات كتيره قوي، بتختصري ستيبس كتيره قوي في علبه واحده بسر تركيبه معينه، بان هو اتصنع في ايطاليا بمكونات معينه، بكالكوليشنز للمكونات دي. انت ازاي تقدري مع كل ضغطه تنزلي 56 مكون غير بماسي دروجولد؟ ازاي تقدري مع كل ضغطه تشوفي الذهب، تشوفي الكافيار، تشوفي الجلو؟ يعني على طول بقول ماسي دروجولد النجاح اللي عمله ان من اول دهنه بيدي نتيجه تحفه. ايه بقى اللي انا هحسه من اول ما استخدم ماسي؟ يعني انا دلوقتي واحده بشرتي تعبانه وعندي مشاكل الدنيا والاخره وزهقانه ومش طايقه نفسي، عاوزه بقى اجيب ماسي ده اشوف بقى هيعمل بقى الشغل الجامد ده ولا ايه؟ طبعا. انا اول ما استخدم ماسي انا هحس بايه؟ هتحسي ان بشرتك الدمويه بدات تشتغل فيها، بتحسي بشويه سخونيه. اول ما بتدهني ماسي الذهب اوريدي بيحفز على تنشيط الدوره الدمويه، بتشوفي الجولد على بشرتك وبتشوفي وش حلو قوي من اول دهنه، بتشوفي صفاء للوش، نقاء، ووش كله بينك. يعني كفايه ان بشرتك ما تبقاش شحبه، ده من اول دهنه ما تبقاش لونها اصفر، ما يبقاش لونها باهت كده، باهت. ده اللي ده النتيجه اللي بتديها ماسي دروجولد من اول دهنه. مش ممكن هتلاقي كريم في العالم بيدي النتيجه دي من اول دهنه. دي اللي هتحسي بيه مع اي واحده ست بتستخدم ماسي دروجولد، هتشوف الاحساس ده من اول دهنه. هتشوف كاريزما عاليه، هتبص على نفسها في المرايه، ايه ده، هو ماسي بيحلي فجاه كده من اول مره شكل حلو كده؟ هو بيحلي، هو بيحلي فعلا يا جماعه. وعايزه اقول لك كمان بعد فتره الستات اللي بتقعد فتره طويله قوي تحط ميك اب تداري هالات سودا وتجاعيد وبلاشر كتير قوي، انا احب وشي يبقى فيه احمر، فبتلاقي البلاشر بقطعه هنا حمراء وبقطعه هنا حتى هي فرشه كده. أيوة. وفرشه كده، لان هم عايزين يشوفوا نضاره، احنا مش عايزين النضاره دي باين انها من ميك اب. احلى حاجه ان الست تبقى غاسله وشها وحاطه ماسكرا وجلوس ووشها كله محمر الحمار الحلو البينك لوك، فده نتيجة ماسي من أول دهنة. عشان كده فعلا ماسي على طول بقول نجح نجاح في عالم التجميل، ملوش منافس أبدا في العالم. يمكن أنا بقول هو ده الطب، هو ده آخر ما توصل إليه الـ يعني العلماء في عالم التجميل طبعا، يعني جيب من الآخر في كل حاجة. عايز أقول لك ماسي اتصنع مش في سنة واحدة، احنا كل سنة كنا بنعمل منتج ونعمل عليه تستات لجميع أنواع البشرة، احنا عايزين نلائم كل أنواع البشرة لجميع ألوان البشرة. عملنا تستات على سيدات، عملنا تستات على رجال، عملنا تستات من سن صغير جدا، فكل سنة بنعمل التستات. وبعدين نقول إيه، لا احنا مش هنستعجل، في مكون مهم مع المكون ده. فكل ده اتعمل في 6 سنين كلينيكال ترايلز، والسنه السادسه شركه ماسي فارم صنعت بقى ماسي اللي بيدي البيست ريزلت والبيست كواليتي للجلد. يعني ماسي بيصلح للبشره الجافه، هيشتغل عليها من ناحيه طبعا، للبشره الدهنيه هيشتغل عليها من ناحيه، صح، للبشره المختلطه، صح، ليه برضو معاها، للبشره الغامقه السمر طبعا، او القمح اللي لونهم قمحي، صح، البشره الفاتحه. ف
فاحنا فين هنلاقي حاجه بتعمل كل ده؟ يعني انت عارفه تلاقي ممكن حد من اللي بيتفرج يقول يا سلام يعني هو بقى هيعمل كل الحاجات دي وهيوقف. ده فعلا هو ده فعلا وهو محقق نجاح ليه؟ طبعا. او هو موجود ليه؟ طبعا. عشان عشان الحاجات دي. وعايزه اقول لك هو البشره الجافه مهمة قوي انها تستخدم ماسي لان عندك كذا مكون بيعمل على ترطيب البشره. الذهب بيرطب البشره جدا، البانسينول ماسي دروجولد بيحتوي على بانسينول من اهم المكونات اللي بترطب البشره. عندك ماده السيراميد بترطب البشره، عندك ماده الكافيار العلماء اكتشفوا انه 70% من خلايا الكافيار كلها ميه فبترطب البشره، وعندك ماده اساسيه جدا اللي هي الماده المالئه اللي هي الهيالورونيك اسيد، غير انها بتعالج التجاعيد فهي بترطب البشره. مع ماسي انت مش هتحسي ان بشرتك جافه. اهم حاجه ان البشره تبقى محتفظه بالميه عشان المرونه بتاعتها تبقى حلوه وما يحصلهاش اي تشققات. فماسي دروجولد صالح جدا للبشره الدهنيه. عشان كده لو هنتكلم على البشره الجافه، لو هنتكلم عن البشره الدهنيه ماسي دروجولد صالح جدا ومناسب جدا للبشره الدهنيه، لان اولا ماسي دروجولد متصنع باحدث تقنيه اللي هي تقنيه النانو تكنولوجي. يعني ايه نانو تكنولوجي؟ يعني كل الجزيئات دي وكل العناصر اللي موجوده في ماسي فيري مايكرو، صغيره جدا، فتقدر تخترق ثلاث طبقات الجلد، ما بتسيبش اي دهون على البشره، وعمرك ما تحسي ان بشرتك فيها تلزيق. محدش فينا بيحب يحط كريم ويحس ان بشرته ملزقه. ماسي دروجولد سريع الامتصاص، كمان البيز بتاعه اكوا ميه مش اويلي، فمناسب جدا جدا للبشره الدهنيه. كمان طبعا راعينا كل انواع البشره. تقدروا تقولوا انه بيحسن خامه الجلد؟ طبعا بيخلي الجلد بدل ما هو كده ضعيف واي حاجه بتاثر فيه صح، انه يبقى جلد حلو مشدود قوي. جلد قوي ده حاجه مهمه قوي. بلاس كمان انه بيغذي الطبقات الداخليه، ده هو بقى شغال جوه كمان، يعني مش مثلا بن 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 على طبقه السطح بنستخدمه على الجلد من بره، ده شغال على طبقات الجلد اللي جوه كمان. صح. ما احنا عشان كده صنعناه بطريقه النانو تكنولوجي، عشان احنا عايزين نغذي طبقات الجلد الداخليه وتنتج لنا خلايا جديده. فعشان كده اتصنع بطريقه النانو عشان يغذي طبقات الجلد. مهم قوي اقول ان مع ماسي دروجولد مش هنحتاج ابدا اي كريم تاني. يعني تقدري تستغني عن داي كريم، تقدري تستغني عن نايت كريم، تقدري تستغني عن سيرم اللي تحت العين، كريم للرقبه، خلاص انتهى القصه دي، انتهت. مع ماسي دروجولد الكريم اللي ينفع يغنيك عن اي حاجه، وبيتحط بطريقه سهله جدا وهي مره واحده او مرتين في اليوم. فطبعا يقدر يغنيكي. لكن يمكن في عملاء بيقولوا لي يا دكتوره دينا انا متعوده على كريم نهار معين، هل يتعارض؟ اكيد هو لا يتعارض مع اي كريم ما دام عارفين تراخيصه وعارفين مصدره وانه ما بيعملش سايد افكتس. بمناسبه التراخيص دايما بقول اوعوا تشتروا حاجه من غير ما تتاكدوا من تراخيصها. حقكم، انتوا هتدفعوا فلوس في حاجه يبقى تتاكدوا ان الحاجه دي مضمونه. صح، اكيد. مضمونه ازاي؟ انه هي تبقى مرخصه. طبعا ده يعني دي اقوى حاجه. طبعا. ماسي واخد ثلاث تراخيص من اماكن مختلفه، مش بس مصر بتهيألي، مش بس وزاره الصحه المصريه. صح. على طول بنقول لان ماسي دروجولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، مرخص من الاتحاد الاوروبي لانه منتج ايطالي الصنع، كمان مرخص من الامارات حكومه دبي. يعني اوريدي اتعمل عليه تيستات وتجارب، وطبعا وزاره الصحه المصريه عملت اخذت عبوات عشوائيه من ماسي وحللتها، لقيتها ملهاش اي سايد افكتس ولا ليها اي اعراض جانبيه اطلاقا. وكمان رقم ترخيص وزاره الصحه المصريه مكتوب على كل علبه كمان يا يمنى. فطبعا دي شركه ماسي فارما اعتقد هي الوحيده اللي بتعرض ترخيصها يوميا على الشاشه. ثقه يعني، دي حاجه بدليل الثقه. طبعا طبعا. الفروع بتاعتكم برضو ليكوا فروع في كذا مكان. اكيد. صح. اكيد. شركتنا الام الهيد اوفيس موجود في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي. عندنا شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر. عندنا شركتنا في دبي ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات. وقريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا الولايات المتحده الامريكيه. بس كل الناس اي حد عايزه بيكلم الارقام دي فقط. بس اللي على الشاشه. لانه هو مش موجود في الماركت، مش هنلاقيه في اي كوزماتيك سنتر حتى لو بره مصر، مثلا في امريكا او في اوروبا. اي حد احنا اوريدي عندنا عملاء فعلا في امريكا وفي اوروبا وفي الوطن العربي كله، وفعلا بيكلموا فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه. بلس طبعا عندنا صفحات كتير على الفيسبوك نقدر نحصل على ماسي دروجولد كمان من خلالها. انا بشكرك على وجودك معايا النهارده يا دكتوره دينا، بتنوريني دايما ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو سعود. حلقتنا خلصت، تشوفونا يوميا الساعه 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا و12 منتصف الليل، والحلقات كلها هتشوفوها على اليوتيوب. اي حد عنده استفسار
او سؤال يقدر يتواصل معايا من خلال صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يومنا طولان، سلام عليكم.